ورحب بضيفي من طهران الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور محمد صالح صدقيان. دكتور أهلا بك معنا دائما في سكاي نيوز عربية. يعني إيران دائما تندد أنه هذه ضربات خطأ استراتيجي تندد تجرب، ولكن ألا ترى بأنه فعليا يعني هذه الضربات، ضربات الحوثي أتحدث هذه المرة، كانت بمثابة دعوة لهذه القوى ولأساطيلها للتمركز في البحر الأحمر؟ صباح الخير وتحية لك وللمشاهدين. هناك قراءة إيرانية حول كل ما يحدث من تصعيد في البحر الأحمر. إيران تعتقد بأن هذه المنطقة منطقة مهمة، وقد أخبرت مجلس الأمن الدولي في رسالة سابقة رسمية بأنها غير منخرطة في هذا التصعيد، وهي ليست معنية بهذا التصعيد، بمعنى أنها لم تتخذ مثل هكذا قرار وتتبناه حركة أنصار الله الحوثية. وهذا الموقف هو الموقف الرسمي الذي أعطته إلى مجلس الأمن الدولي، لكنها ضمن هذه القراءة الإيرانية تعتقد بأن هذا التصعيد في هذه المنطقة المهمة والشريان الحيوي المهم لخط الملاحة الدولية هو لن يخدم أي من الأطراف، سواء كانت الإقليمية أو الأطراف الدولية، وبما في ذلك الولايات المتحدة، وهي تقول دائما بأن الولايات المتحدة بعد 7 أكتوبر دعت إيران على بعدة رسائل وصلت طهران تدعو طهران إلى عدم التصعيد، وإيران التزمت بذلك، لكن تمركز أو إنشاء هذا التحالف الدولي الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة، إيران تقول بأنه هذا عمل غير مبرر وبالتالي هو يؤدي إلى تصعيد. الآن هناك الكثير من الجهود تبذل من قبل إيران، كلنا يعلم بأن هناك وفد أمني وصل طهران، وفد أمني من المملكة العربية السعودية، هو كان مهمة هذا الوفد هو يتعلق بقضية التصعيد في البحر الأحمر. هذا الوفد والرسالة التي نقلها الجانب السعودي إلى طهران، سئل قبل يومين المتحدث في وزارة الخارجية الإيرانية، هو لم يؤكد هذه الرسالة، لكنه في ذات الوقت قال بأنه لا ينفي ذلك، قال بأنه لا يعلم بها، لكن المعلومات تقول بأن هناك وفد أمني سعودي وصل طهران وبحث قضية التصعيد في البحر الأحمر مع الجانب الإيراني. اليوم وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان هو الآن في نيويورك يحضر الاجتماع مجلس الأمن الدولي الذي يريد ناقش يوم أمس أيضا. ولكنك لم تجبني بعد عن سؤالي دكتور محمد، يعني أنا انتظرت فقط يعني الإجابة، يعني أنت تقول أن التصعيد لا يخدم لا الأطراف الإقليمية ولا الدولية ولا القضية الفلسطينية اللي أصلا انطلقت هذه الضربات على أساسها. خليني بس نوه بأنه انضم، معلش اسمح لي بس، رحب بضيفنا سيد نايل جاردنر، انضم إلينا في هذه الأثناء من واشنطن، البحث في مؤسسة هيريتج. سريعا لو تجيبني عن السؤال حتى أنتقل للسيد نايل. إيران تعتقد بأن القضية ليست في البحر الأحمر، القضية في غزة، وبالتالي الحوثيين. طيب هذه الضربات ما الذي قدمته؟ يعني آلة القتل مستمرة في غزة لم تتوقف. يعني الحوثيون الآن هم يقولون يريدون أن يعرقلوا الملاحة، هم يقولون بشكل واضح بأنه يريدون يعرقلوا الملاحة المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية وليس تلك المتجهة إلى قناة السويس. وبالتالي أنا أعتقد بأن المشكلة الحقيقية ليست في البحر الأحمر، المشكلة في استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وبالتالي إذا استمر مثل هكذا عنوان معنى ذلك بأن كل المنطقة على خطر. طيب. وربما تفتح جبهات أخرى، يتم تصعيد الموقف، وبالتالي يجب الإسراع في وقف إطلاق النار والضغط على إسرائيل من أجل القبول بوقف إطلاق النار في غزة من أجل تهدئة الأمور. والكل يتحدث، يعني حتى الحوثيين يقولون إذا توقفت الحرب في غزة فإن كل الأعمال في البحر الأحمر سوف تتوقف وتنتهي المشكلة، إذن المشكلة في غزة وليست في البحر الأحمر. طيب حتى أنا ما سمعت إجابة على سؤالي، رح أرجع لك. اسمح لي أنه رحب من جديد بسيد نايل جاردنر ضيفنا من واشنطن. سيد نايل، يعني اليوم في تهديد بريطاني، تهديد أمريكي باستمرار الضربات لتحييد قدرات الحوثيين وما إلى هنالك، ولكن الجميع يعرف أنه دون تدخل بري، دون قتال على الأرض، هذه ضربات تقريبا لا قيمة لها، قد يكون لها يعني أثر محدود على قدرات الحوثيين. فإذا ما الرهان هنا الأمريكي على ما الرهان الأمريكي البريطاني في هذه المرحلة على المستوى العسكري؟
شكرا على وجودي معكم في البرنامج اليوم. وكما ذكرت بالطبع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد تعهدت باستمرار الهجمات على الحوثيين وعلى المتمردين والميليشيات الحوثية. أعتقد أنا بصفة أساسية الاستراتيجية الكلية من قبل إدارة بايدن ينبغي وأن تكون صارمة، وهذا حقيقي أن هناك استمرار للضربات الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين، ولكن الحوثيون يستمرون في عدوانهم والحوثيون يستمرون في هجماتهم على السفن والملاحة العالمية، وينبغي وأن يكون هناك شيء يتم للتعامل مع التهديدات الحوثية. أيضا إجمالا إيران خلف ما يفعله الحوثيون تقوم بالتمويل وتزويد الحوثيين، وإدارة بايدن عازمة على الرد على إيران، ولا أعتقد أن هذه الهجمات ضد الحوثيين سوف تنجح في النهاية. بالطبع سوف تضعف قدراتهم ولكن لن تدمر التهديدات الحوثية. إذن رأيي هو أن واشنطن ينبغي وأن تكون أقوى وأكثر صرامة فيما يتعلق بالحوثيين، وبصفة أساسية الولايات المتحدة ينبغي وأن تقف أمام النظام الإيراني، وهذا سيتضمن بعض التدابير العسكرية ضد المصالح الإيرانية في المنطقة، لا سيما الحرس الثوري الإيراني. لا علينا أن نرى مثل هذا التصرف، وإلا فإن الحوثيين سوف يستمرون في الهجوم على السفن العالمية. اسمح لي أن ننوه سيد نايل بهذا الخبر الذي ورد منذ قليل عبر فاينانشال تايم، أن إدارة الرئيس بايدن أو الولايات المتحدة تحث الصين على المساعدة في كبح هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. هذا الخبر الذي يمر في الشريط الأصفر. دكتور محمد، يعني فعليا الصين في شراكة استراتيجية إيرانية صينية، اليوم مصالح الصين تتضرر مع استمرار التصعيد في البحر الأحمر، الصين هي راعية التسوية السعودية الإيرانية، كيف تتوقع أن يكون دورها؟ هل أخذت إيران في حسبانها وحساباتها مصالح الصين في هذا الصراع؟ يعني دعيني أقيل وأقول وكلنا متفقين بأن هذا الشريان شريان حيوي للملاحة يربط آسيا، سواء كان الصين أو الهند وبقية الدول الآسيوية الدول الأفريقية بالدول الغربية عبر باب المندب، قناة السويس، وبالتالي جبل مضيق جبل طارق، وهذا مهم جدا للجميع. لكن يجب علينا أن نقتنع أيضا بأن الأمن في المنطقة وحدة واحدة لا يمكن تجزئة هذا الأمن. المشكلة الآن نحن لدينا حرب، هذه الحرب هي حرب على قطاع غزة، وحرب يعني حرب ليست حرب طبيعية، هناك تعدت أعداد القتلى 25,000 معظمهم من الأطفال والنساء، وبالتالي هذه الأوضاع تنعكس على بقية الأوضاع في المنطقة. وعندما تنعكس هذا يعني هناك شرخ، لدينا شرخ في المنظومة الأمنية الإقليمية. هذا الشرخ ليس من البحر الأحمر وليس من جنوب لبنان وليس من إيران، إنما من منطقة غزة، من استمرار العدوان على غزة. أعود هنا لسؤالي الأول دكتور محمد، كل ما يجري على كل الساحات وعلى كل الجبهات، ما الذي قدمه فعليا لغزة؟ عداد القتلى في تزايد ولا أي شكل من أشكال الضغط ينفع؟ يعني ما في أي نتيجة لكل هذا إذا كان فعليا النية هي دعم يعني الفلسطينيين في غزة. دعني أكون واضحا معك، المشكلة في الولايات المتحدة، لا زالت الولايات المتحدة لحد الآن تلتزم بالرواية الرسمية التي يطلقها ويرسمها نتنياهو وترسمها حكومة الحرب الإسرائيلية. هذه الرواية يعني حتى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عندما قام بجولته الأخيرة إلى المنطقة، هو عاد إلى الولايات المتحدة بالرغم من كل الخلافات مع نتنياهو، هو قال بأن الحرب يجب أن لا تتوقف. هذه مشكلة كبيرة، يجب أن تتوقف هذه الحرب من أجل إيصال المساعدات، عمل فرق الإنقاذ وإنقاذ هذا الأمر حتى تسكت الدبابات الإسرائيلية في غزة. إذا ما سكتت هذه الدبابات في غزة، الأمر يستتب في البحر الأحمر وفي مناطق أخرى، وبالتالي المشكلة هناك وليست هنا. سيد نايل، يعني المشكلة في الولايات المتحدة، في مشكلة حقيقة يعني في الاستراتيجية المعتمدة طوال
العقود الماضية في تعريف العلاقة أو التعاطي مع إيران من إدارة أوباما وصولا إلى ترامب وبايدن الذي أيضا يعني شهد عهد تقلبات في طبيعة هذه العلاقة بانتظار عودة لربما ترامب المحتملة. يعني اليوم كيف يمكن أن نعرف قدرة هذه الإدارة التي قلت أنه ينبغي أن تكون أكثر حزما مع إيران أقل على المستوى العسكري في التعاطي مع هذا الملف وعدم الانتهاء بسيناريو الفوضى الشاملة في الشرق الأوسط إن حصل أي إخفاق جديد؟ أولا بالطبع ما نشهده في البحر الأحمر ليس خطأ الولايات المتحدة ولكن خطأ الحوثيين والإرهابيين الحوثيين والنظام الإيراني. هذا ليس الرد المناسب للولايات المتحدة في البحر الأحمر. الولايات المتحدة تسعى إلى الدفاع عن المسارات المائية والملاحية العالمية وحتى يكون هناك عالم حر. إذن هذا ليس بخطأ الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال. وبالطبع فيما يتعلق بغزة الأمر لا يتعلق بما يفعله الحوثيين، وأعتقد أن هذه مجموعة إرهابية تستخدم غزة أو الوضع في غزة كمبرر للهجوم على الملاحة البحرية. لقد طرحت سؤال فيما يتعلق بما ينبغي وأن تقوم به الولايات المتحدة تالية، وذكرت أيضا بالطبع آفاق رئاسة ترامب. ويمكنني أن أقول أنه إذا أصبح الرئيس أو ترامب الرئيس للولايات المتحدة بعد الانتخابات في نوفمبر، فإن الاستطلاعات تشير إلى أن ترامب سيفوز ضد بايدن. فسوف تتأكدين من أن الولايات المتحدة سوف تزيد من تواجدها العسكري في البحر الأحمر والبحر المتوسط، وأعتقد أن الولايات المتحدة سوف تكون عدوانية جدا باستخدام القوات العسكرية ضد القوات الإيرانية والمصالح الإيرانية، وسوف نشهد تصعيدا كبيرا للهجمات العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين إذا كان هناك ترامب. نعم نتحدث نحن في سيناريو عودة ترامب، عذرا على المقاطعة، ولكن الآن لكي نصل لمرحلة الانتخابات وعودة ترامب نتحدث عن إدارة بايدن التي تواجه ظروف صعبة مقارنة مع بداية عهد بايدن. يعني عندما وصل بايدن كان هدفه العودة للاتفاق، إنعاش الاتفاق النووي، وكان كل سياسته التي يتبعها مع إيران تقتصر على حماية هذا المسار. اليوم هذا المسار لم يعد موجود، كل ما نراه هو لربما إعادة أو محاولة للحفاظ على الوضع القائم أو الستاتس كو اللي كان قائم قبل حرب 7 أكتوبر أو حرب في غزة اليوم. لهذا أسألك كيف سيتعاطى بايدن وهذه الإدارة مع إيران لحين تاريخ الاستحقاق الانتخابي؟ هذا ما أعتقد أنه سيكون. إدارة بايدن سوف تستمر في تحديد الهجمة العسكرية ضد الحوثيين وسوف تسعى إلى احتواء المشكلة، وأنا أتوقع أننا سوف نشهد استمرار التدابير العسكرية وذلك لبقية إدارة بايدن ضد الحوثيين. وما نشهده هو أن هناك هجمات مباشرة ضد القوات الإيرانية أو حتى الحرس الثوري، لم نشهد ذلك. ولا أعتقد أن إدارة بايدن ترغب في أن يكون لديها تصعيد مع إيران، لأنها بالطبع ترغب في إعادة إحياء الصفقة النووية، وأعتقد أن هذا سيكون غير واقعي. أعتقد أن إدارة بايدن ضعيفة جدا، وهذه الفكرة لإعادة إحياء الصفقة النووية أمر إلى حد ما يشير إلى ضياع. فإن إدارة بايدن تعتقد أن الولايات المتحدة ينبغي وأن تعجب إيران، هذا خطير للغاية. وأنا أتوقع أن إدارة بايدن لن تفعل أي شيء أكثر من تحديد الهجمات الجوية للحوثيين خلال الأشهر القليلة القادمة، ولكن الأمور ستتغير إذا كان هناك رئيس جديد وإذا كان هناك رئاسة جمهورية. وأعتقد أن إيران سوف تخضع
لكثير من الهجمات العسكرية الصارمة من الولايات المتحدة. الولايات المتحدة هي أقوى قوة في العالم. إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في تدمير الحوثيين والمتمردين الحوثيين يمكنها أن تقوم بذلك. بايدن لا يرغب في القيام بذلك، فإن الأمر رغبة سياسية. الولايات المتحدة قد يمكنها تدمير الحوثيين إذا رغبت في ذلك، ورئاسة التالية على ما أعتقد يمكن أن تكون راغبة في القيام بذلك. ولكن الأهم من ذلك، الرئاسة التالية ينبغي وأن تقوم بالرد على النظام الإيراني نفسه. والولايات المتحدة أكثر قوة 10 مرات من طهران على الأقل. إذا كان الإيرانيون يرغبون في تصعيد الأمر سوف يخسرون بالطبع. نحن لا يعني سيد نايل نعرف أنه في تفوق عسكري أمريكي، ولكن أيضا القواعد والمواقع والتواجد الأمريكي تحت مرمى نيران الفصائل التي تقاتل تحت العباءة الإيرانية، إن كان في العراق في سوريا يعني في كل ربما المنطقة، يعني هي على أي حال تضع نفسها أيضا في مرمى النيران. اسمح لي أن أذهب من جديد إلى دكتور محمد ثم أعود إليك بهذه النقطة. يعني اليوم دكتور محمد لا واشنطن ولا طهران تمتلكان رفاهية الوقت. أذكر جيدا يعني في نهاية عهد ترامب كان في يعني صمود إيراني بانتظار وصول بايدن إلى سدة الرئاسة. اليوم كيف تتحضر طهران في وضعيتها في مواقع نفوذها في المنطقة لهذه العودة المحتملة، وكيف ستكون الوضعية الإيرانية العسكرية في المقابل أيضا؟ حقيقة يعني شيء ملفت عندما يتحدث ضيف من الولايات المتحدة حول مجيء سيد ترامب واحتمالية زيادة التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة. يجب علينا أن نتذكر سيد ترامب كان موجود، شكل تحالفات بحرية في مضيق هرمز. ما الذي حدث؟ ما الذي استطاع ترامب أن يقوم به؟ الآن على فرض أنه لنرجع إلى الأجواء التي أحاطت بتشكيل التحالف البحري في باب المندب والبحر الأحمر، ما الذي حدث؟ الدول الأوروبية التي كانت تشارك في هذا التحالف انسحبت من هذا التحالف، إيطاليا إسبانيا انسحبت من هذا التحالف، الدول الإقليمية الرئيسية في هذه المنطقة مثل الإمارات السعودية مصر الأردن لم تشارك في هذا التحالف، هي هذه متشاطئة على البحر الأحمر ولديها مصالح في هذه المنطقة لم تشارك في هذا التحالف. الآن اقتصرت الأمور على 5 دول أو 4 دول تشارك في هذا التحالف. المشكلة يجب علينا أن نعتقد ليست حل المشكلة ليس التواجد العسكري المكثف في هذه المنطقة. الولايات المتحدة دولة كبيرة، عضو في مجلس الأمن، هي مسؤولة عن السلام العالمي. الآن عندما تأتي إلى البحر الأحمر وتمارس مثل هذه الأعمال، حتى نتنياهو يستريح ويستطيع أن يسوق نظرياته وقراءاته وأحلامه وتاريخه السياسي وما إلى ذلك. المشكلة ليست هنا، يعني لماذا لا نريد أن نقتنع بأن الولايات المتحدة الآن تساهم في تصعيد التوتر في هذه المنطقة سواء في البحر الأحمر أو في مكان آخر؟ المشكلة لحد الآن لا توجد من الولايات المتحدة دعوات حقيقية وجادة بالنسبة إلى نتنياهو لإيقاف وقف إطلاق النار. لحد الآن أكثر من 350 طائرة منذ 7 أكتوبر لحد الآن، 350 طائرة ضمن جسر جوي بين الولايات المتحدة وإسرائيل لإيصال المساعدات والتجهيزات العسكرية. هذا هو الذي يديم الحرب في غزة. بالتالي أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة مسؤولية كبيرة من أجل وقف هذا القتل. يعني أنا أسأل الإدارة الأمريكية الحالية رئيس بايدن، هو الديمقراطيين بشكل عام يميلون إلى حقوق الإنسان والسلام وما إلى ذلك، لكن ما الذي فعلته الإدارة الأمريكية الحالية لوقف القتل الذي تجاوز 25,000 قتيل، معظم هؤلاء من الأطفال والنساء؟ بالتالي أنا أعتقد هذه الخلافات الموجودة حاليا بين الرئيس بايدن ونتنياهو يجب أن تكون عملية من أجل وقف إطلاق النار حتى تتوقف الحرب في هذه، يتوقف التصعيد في البحر الأحمر. دعيني أشير إلى نقطة مهمة جدا، إذا هذا الجسد حدث فيه ارتفاع في درجة الحرارة، هذا لا يفيد الاستامينوفين أو بنادول وما شاكل ذلك. معنى ذلك بعد هناك معنى هناك
في الجسم التهاب، يجب معالجة الالتهاب وليس درجة الحرارة. الآن هناك مشكلة في غزة وليس في البحر الأحمر. طيب على أي حال سيد نايل، أعود إليك في سؤال فيما يتعلق بما نشهده اليوم في المنطقة. يعني اليوم ألا ترى بأنه حقيقة هذه الصراعات المتفجرة هي نتيجة أو ندفع ثمن لربما صورة خروج الولايات المتحدة من أفغانستان بعد 20 عام من القتال ضد طالبان، ومن ثم تسلم مفاتيح أفغانستان لطالبان بعد هذه السنوات بصورة لم تعد تليق بأعظم قوة عسكرية وسياسية في العالم اليوم؟ ألا ترى بأنه طبيعة التعاطي أيضا الإيراني لربما أنه تأثرت، وحتى باقي الميليشيات تأثرت بهذه الصورة، نرى يعني فصائل يعني تمتلك سلاح بدائي تتحدى الولايات المتحدة أكبر قوة عسكرية بصواريخ بدائية نسبيا أمام أنظار كل العالم؟ نعم، هذه نقاط جيدة جدا. لقد ذكرت الانسحاب من أفغانستان، وأعتقد أن هذه كانت كارثة حقيقية، والولايات المتحدة وانسحابنا كما شاهدنا في إدارة بايدن كانت أمرا كارثيا على العالم، وجعلت الولايات المتحدة تبدو ضعيفة، وأعتقد أن هذا ما جرأ الأعداء الروس والصينيين والإيرانيين. وأعتقد أن ما شاهدناه من الولايات المتحدة خلال 3 سنوات الماضية أن إدارة بايدن شاهدنا منها الكثير من القرارات الضعيفة والفشل في ضرب الحوثيين في مراحل مبكرة. هذا كان إلى حد ما مضر جدا بالنسبة للولايات المتحدة، وكما ذكرت هذه أكبر قوة في العالم والتي أصبحت تواجه إرهابيين وحركات إرهابية لمتمردين في اليمن، ويمكن الولايات المتحدة أن تهزم الحوثيين بسهولة، ولكن إدارة بايدن اتخذت العديد من الأسابيع والأشهر لاتخاذ أي إجراء أو خطوة، وأيضا كان هناك ضربات ضد الحوثيين وقالت ذلك وقدمت لهما إنذارا ومكنت من الحوثيين من الاستعداد بالأسلحة. وأعتقد أن إدارة بايدن إلى حد ما بطيئة جدا وضعيفة جدا، وهنا في واشنطن هناك الكثير من الانتقاد حول كيفية تعاطي بايدن مع هذه الأمور، وهناك الكثير من الآراء للسياسيين الجمهوريين والذين يقومون بانتقاد تعامل بايدن لما يقوم به في البحر الأحمر، ويقولون أن بايدن ضعيف جدا حقيقة، وأنا أعتقد أن هذا حقيقي. وأعتقد أننا شاهدنا تراجعا في القوى الأمريكية خلال 3 سنوات الماضية، وذلك خلال رئاسة بايدن، على الرئيس التالي أن يقوم بعكس الوضع، والولايات المتحدة ينبغي أن تظهر أنها قادرة وأنها ترغب أيضا في مواجهة الحركات الإرهابية مثل الحوثيين وهزيمتهم. وبايدن في الوقت الحالي لا يقوم بذلك، بل يقوم ببعض التدابير العسكرية المحددة. ينبغي وأن نرى قوة حقيقية وأيضا نتيجة من قبل من البيت الأبيض، وهذا ما لا نشهده في الوقت الحالي. أود أن أشكر ضيفي الكريمين، كان معنا من واشنطن البحث في مؤسسة هيريتج نايل غاردنر، ومن طهران الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور محمد صالح صدقيان. شكرا جزيلا لكما.